تم افتتاح بالمؤسسه العموميه الاستشفائيه بورقلة هذا المصلحه تاع الاستعجالات الجراحيه، وبات نحل ضغط على الاستعجالات الطبيه، وخاصه اننا قبل ايام كنا افتتحنا الاستعجالات الاطفال، وهذا ولو ثلاث استعجالات الجراحيه والاطفال والطبيه، وهذا يخفف الضغط على كل الاستعجالات اللي كاين. هذا كما تشوف الصرح الله يبارك هذا كيفاش راه داير، فيه كاع الامكانيات.